الدنيا حلوة افرح انت وغني بس، سمعنا صوتك حتى لو كان نص نص. غنوة في تويتا يلا شير فرحتك، رونا سماحة ومين عطى في صحبتك. عالفيس بتاعك انت حر الاختيار، تغني شعبي او هوس جديد قديم. غني انت بس وتجرأ خد القرار، فوقك دياب منير ولا عبد الحليم. عيش خد المايك وعيش. فين عارفة غني فين؟ شو راديو 90 90. شو راديو 90 90. ودلوقتي معاكم مع رنا سماحة ومين عطا والمدة ساعة في غني وبس على الراديو 90 90. مساء الفل كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على راديو 90 90. معاكم من دلوقتي ولمدة ساعة كمان قدام رنا سماحة ومينا عطا وغني وبس. هو طبعا يا جماعة مينا جاي في سكة خلاص، هو قرب علينا اهو. هيبقى معنا من اول لينك اللي جاي ان شاء الله. خلينا نفكركم ازاي ممكن تتواصلوا معانا. رقم التليفون 2-18-10-8-66 ولا اس ام اس على 1-99، وكمان الفيسبوك الراديو 90 90. وممكن تشوفونا وتسمعونا ابلكيشن الراديو 90 90. كمان ممكن تتواصلوا معانا على تويتر، الهاشتاج بتاعنا الراديو اندرسكور 90 90 بالعربي. هقول لكم سريعا سريعا الاغاني اللي معانا النهارده. لكل اللي عايز يتصل بينا ويغني معانا وبس. مينا جي. مينا ولا يهمك يا صلاح، يلا قول لنا الاغاني اللي معانا النهارده يا مينا. زحمه جدا. مساء الفل يا احمد، بتسمعنا على 90 90 هو مصري. معانا حمائي احلى حاجه فيكي، كل سنه وانت طيب. تامر حسني 6 الصبح، حسين الجسمي طب ليه، راغب علامه. معانا بطمنك شيرين، الدنيا حلوه نانسي عجرم، حبيبي على نيات وجنات، يانا يانا صباح. هنروح عايزين طبعا نعزي كل الشعب المصري في وفاه الشاعر الكبير عبد الرحمن خالد طبعا الله يرحمه. فانا كنت حابه ان احنا نبدا اول اغنيه معانا تكون من كلمات الفنان الجميل عبد الرحمن ابنودي رحمه الله، وهنروح نسمع محمد منير يا رمان ونرجع على طول. غني وبس مع رنا سماحة ومين عطا. غني وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. اكتر حاجة مزعجة انك تكون عليك فلوس لازم تدفعها، وكمان تكون اجراءات دفعها صعبة ومتعبة. احنا في مصلحة الضرائب المصرية دورنا اننا نسهلك دفع الفلوس اللي عليك. دلوقتي تقدر تدفع مستحقاتك الحكومية من جوه بنكك، يعني تدفع ضرائبك في اقرب فرع من فروع البنك الاهلي المصري او بنك مصر، وبكده تدفع مستحقاتك الحكومية بمنتهى السهولة. مصلحة الضرائب المصرية سهلت لك دفع ضرائبك وخلتها لك جوه بنكك. هذه الخدمة تقدم بواسطة اي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. لمزيد من المعلومات اتصل على 19680 او 19683. دلوقتي افصل مع موبينيل واحضر حفلات السوبر ستارز مع اصحابك، والحفله اللي جايه للسوبر ستار عمرو دياب يوم 30 ابريل في بلاتينوم كلاب في التجمع الخامس. عشان تكسب دعوات لحفله عمرو دياب كلم 9988 واشترك في باقه غني لي وافصل مع موبينيل. موبينيل دايما مع بعض. لؤلؤه جديده من مطاعم اسماك قدوره من 60 سنة، ومطاعم قدوره بتقدم لك اشهى وافخم وجبات الاسماك. النهاردة مطاعم قدورة بتقرب منك أكتر بفرع جديد موجود في 6 أكتوبر في الشيخ زايد، المنطقة الأولى ديفل يمول. قدورة أعرق مطاعم الأسماك في مصر. بل الأسرار بنفتكرها، حكايات بتفوت ونعيش في غيرها، عن ناس وحشانا أخبارهم بتشغلنا، نتمنى شهيد من الحد للخميس ونجومك المفضلين، أسرار كتير مع غدي في الليل والآخر عالراديو 90 90 من 9 لـ11 بالليل. وانتوا بصحة وسعادة عالراديو كمان كالعادة، هنسمع زي زمان. وانتوا دايما مع وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي
وسالي سعيد. كل يوم اثنين واربع من الساعة 12 للساعة 2 الظهر على الراديو 90 90. اللي صاحب الصبح بيقول ايه؟ واللي صاحب الليل بيعمل ايه؟ اللي بيسمع الصبح بالليل بقى دي طريقه اتقابلنا بيها كده بعد شقه. الصبح بالليل يعني الويكند من اوله لاخره، اربع خميس جمعه وسبت لما الساعه 12 بالظبط. ده معاك الصبح بالليل كده. الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90 90. غني وبس مع رنا سماحة ومين عطر. ولسه مكملين معاكم على راديو 90 90 هواها مصري في غني وبس مع رنا سماحة ومين عطر. عايزين نفكركم 2-18-10-8-66 رقم التليفون والاس ام اس على 91 90. وكمان يا جماعه احنا بقى عندنا ويب سايت، دي مفاجاه. ايوه المفاجاه 90 90.fm. ممكن تشوفونا وتسمعونا من على الويب سايت بتاعنا. خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى علينا الويب سايت دلوقتي 90 90.fm، تخشوا تتفرجوا عليها لايف. ايوه احنا ناس عقوية جدا من الاخر وعلى الاخر. يا نسمة. نسمة أيوة. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا نسمة؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله تمام. ازيك يا نسمة؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ ده نورك الله يخليك. هتغني ايه يا نسمة؟ حبيبة على نيات. يلا بينا. حبيبي على نياته، كل البنات اخواته، ده ما كانش كده بس انا غيرت كل حياته. دلوقتي عايشها جد وعيونه مش شايفه حد، لو واحده بتساله بيسيبني انا اللي ارد. حبيبي داب على نياته، كل البنات اخواته، ده ما كانش كده بس انا غيرت كل حياته. دلوقتي عايشها جد وعيونه مش شايفه حد، لو واحده بتساله بيسيبني انا اللي ارد. الله ايه الحلاوه دي. شاطره يا نسمه. اديها النوش اتصلي على طول بقى. ايوه. عارفي؟ لا عارفين. انا عارفني. قال ايه؟ انا نسمه عاشور، على طول ارساك على الانستجرام. ازيك يا نسمه عامله ايه؟ الحمد لله. يا ريت تقفلي دايما يا نسمه، انا ما عنديش اي مشكله. ما انا على طول ارساك. وانا ما عنديش اي مشكله، نكمل قرف زي ما احنا عادي جدا. بس يا نسمه كلميها تاني في اي وقت. نورتينا يا ناس، مبسوطين جدا بتليفونك. ايه بقى يا مين؟ انا فيسبوك. انت ايه؟ انا تويتر. مروه نبيل بتقول رنوش حياتي منوره، يقبرني على الطله الحلوه يا نبض قلب جمهورك. الاثنين على بعض، لبناني على سعودي. تصدق انا خدت بالي. شكرا جدا 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 عن احساسنا بالفخر يوم بعد يوم. انا من فانزك، ربنا يخليك لينا يا فخر جمهورك. انت مين عطا، انت عشق، وسلام رنوش الجميله. ميرسي يا فاطمه. ميرسي يا جميله. فين 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 في لو تيمي بتقول مين؟ تخيل الخميس اللي فات قريت 5 كومنتات من اكتر من 2000. قول لي انت داير دي مين. خلاص قريتها والكومنت بتاعك تلاقيش. رنا غني عشان انا بحب. غني ايه؟ عشان بحبك انا بصوتك ان شاء الله يا جولي. دي جولي. اميره محمد بتقول بحبكم قوي يا مينا، انت ورنوش احلى ثنائي في العالم، انا بحبكم قد الفيل الكبير قوي قوي قوي. في تعلن العصابه المنويه عن قيامها بخطف كل من مين عطا ورنا سماحه. اذا ما قروش رسالتنا هند وسومه ولانا ومورا ورودي
بنحبك جدا. ميرسي دي حصل دي حصل ايوه الاصابه قرينا هو من غير اي خطف. في ناد محمد بتقول مينا يا مينا منور الدنيا كلها ربنا معاك واحنا وراك للاخر نفس فينا يا ابطال وان شاء الله دايما مولعه وسلامي رنوش القمر وصل يا جميل ميرسي. معنا تليفون معنا مين ياسمين الو معنا مين ياسمين شفتي حلو انا حبيت معنا مين ياسمين الوزن والقافيه اه الو الو ياسمين ايوه ياسمينه ولا ياسمين العادي اي حاجه ياسمين ازيك ياسمين تمام الحمد لله انت اخباركم الحمد لله تمام الحمد لله والله نفسي منوره الدنيا اول حاجه ده نورك يا حبيبه قلبي ومينا طبعا منور الله يخليك هتغني ايه ياسمين نغني صباح يلا نغني يا نيان يا نيانا حبيبي يلا غني معايا يا موت انا اموت انا في حبيبي اموت انا يا عذابي وحبيبي مدريدي علشانه اموت انا الله يا رب الله ايه الحلوه دي ياسمين من بعد ما عندكم بقى ربنا يخليك ياسمين نورتينا وصلتي كده على تليفونك بنورك يا رنوش يلا نقرا شويه نقرا ايه انت ايه في انا فيسبوك وانا تويتر يلا في اوشي بتقول انا متضايقه قد الفيل اول مره ما اسمعكش من الاول بس خلاص لما سمعت صوتك امون ما بقتش زعلان امون دي عارفه الامون زي صاحبي كده امون يا اوشي حقك عليا الزحمه والله حقك عليا فوفا اندرسكور ناصر بتقول رنا حبيبتي يعني فرتيتي منوره وصوتك بيجيب السعاده يا ريت يكون برنامج كل يوم وبليز قولي اسمي بالعالي فوفو يا فوفو سيرين عبد الرحمن مين نحبك انت ورنا نموت عليكم في الجزائر واحنا كمان نموت على الجزائر كلها سيرين واحنا كمان في ميليسا بتقول مينا يا ريت كل ايام الاسبوع اربع وخميس عشان نشوفك ونسمعك يا نجم العالم سلامي رنوش نحبكم بزاف دي ميرسي يا ميليسا ميرسي ميليسا ندى صبحي بتقول مينا بجد انا نفسي مره تقرا رسالتي اعمل ايه يعني بموت فيك والله وانا كمان بموت فيك يا ندى ميرسي طب ايه رايك نروح نسمع اغنيه جميله كده حبيب قلبي من الزمن سلطنة. اللي انا بحبه قوي يا هوا يا هوا محمد محي ادعوا لنا بقى بعد الاغنيه دي يا جماعه غني وبس على الراديو 90 90 لا طقس ولا مائل ولا نشرة ولا حالة هي نسمة هوا على الراديو 90 90 اف ام القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 25 ليلا 13 حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 11 كيلومتر في الساعة نسبة الرطوبة نهارا 37% ليلا 42% ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 20 ليلا 13 شرم الشيخ نهارا 25 ليلا 18 الغردقة نهارا 27 ليلا 16 بورسعيد نهارا 21 ليلا 15 وأسوان نهارا 33 ليلا 17 لا طقس ولا مائل ولا نشرة ولا حالة هي نسمة هوا على الراديو 90 90 اف ام لما اكبر هقدر اعمل اي حاجة بنفسي هقدر امشي سكتي وخطوتي تكبر معايا دلوقتي بغلط واتوه ولسه بتهجى الحروف لكني بكرة هقدر انجح مهما كانت الظروف لما اكبر هقدر ادور عاللي محتاج للمساعدة واي حاجة هتبقى صعبة مش مستحيل حلها لما اكبر قلبي يبقى زي وردة في يوم ربيع وأملي مش ممكن يضيع لما أكبر الجنيه الصغير في حصلتك بكرة يكبر وتكبر معاه مستشفى 57 357
عشان نعالج حالات أكتر وأكتر. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. أكتر حاجة مزعجة إنك تكون عليك فلوس لازم تدفعها، وكمان تكون إجراءات دفعها صعبة ومتعبة. إحنا في مصلحة الضرائب المصرية دورنا إننا نسهل لك دفع الفلوس اللي عليك. دلوقتي تقدر تدفع مستحقاتك الحكومية من جوه بنكك، يعني تدفع ضرائبك في أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، وبكده تدفع مستحقاتك الحكومية بمنتهى السهولة. مصلحة الضرائب المصرية سهلت لك دفع ضرائبك وخلتها لك جوه بنكك. هذه الخدمة تقدم بواسطة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. لمزيد من المعلومات اتصل على 19680 أو 19683. لكل اللي عارفين هو البيك تيستي، ماكدونالدز بيقدم لكم بيك تيستي كلاب الجديد. هي مكونات البيك تيستي اللي بتحبها، بس زودنا عليها بيف بيكن وبصل محمر في عيش جديد فاخر، وكمان عملنا منه ساندويتش فراخ، وكله تيستي في تيستي. البيك تيستي كلاب الجديد من ماكدونالدز، تيستي على الاخر. جربوا من اقرب فرع او اطلبوا على 1391. على الطريق وانت مسافر، في القهوه مع اصحابك، في البيت مع أهلك، في الشغل مع زمايلك، في الأجازة مع حبايبك. حلاوة الشاي في الخمسينة، عزمينك كل يوم جمعة مع الدكتور لميس جابر من 4-6، وخمسين شاي على الراديو 90-90 FM. الميكروباص في المترو في الاوتوبيس، توك توك في سباعك على حضور مركب، شغل 90-90 وهيس. في بيتك عندك مشوار، وفي اي خروجة على القهوة او في الجيم، في الشغل عالشط عالبسي 90-90 FM. غنوا بس مع رنا سماحة ومين عطر. رجعنا لكم غني وبس مع مين عطا ورضا سماح. كنت مين يا صراحة تاني؟ حرام عليك حرام. انت 18-10-866 رقم التليفون، ولسه ناس على 199. كمان الفيسبوك على راديو 99 البيج الرسمية بتاعتنا، وممكن تويتر الهاشتاج بتاعنا راديو اندرسكور 99 بالعربي، والويب سايت الجديد 99.fm، وتقدروا تشوفونا لايف. ايوه يلا بينا ناخد تليفون. يا فاطمة. ايوه ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا رنا؟ عامله ايه؟ ازيك يا ميلا؟ ازيك يا فاطمه؟ عامله ايه؟ طيب بس عشان زعلانه من رنا كده. ها ليه بس كده؟ ليه اشهد يا ميلا. يلا شاهدينا بقى. بقول لك ايه، اطفي بقى يا معلم المزيكا. يلا قولي انت حد يرضيك اقول لها يا رب يجي طلع يا رنا. لو انت بتحبك يا فاطمه قد كده يرضيك اقول لها ما تقولش بحبك. يا رب يجي لك ايه؟ يا رب يجي لي صداع. المفروض مين يزعل؟ هو يا جماعه انا بطنك توجع. يا رب يجي لي صداع. لازم امراض في القصه يعني؟ ممكن اقول كل يوم مصدعه ليه؟ يعني حرام. ايه السبب يا فاطمه؟ عايزين نسمعش كلامي. شوفتي بقى، معلش يا فاطمه المره الجايه هسمع موضوع الصداع ده يا فاطمه. بلاش تديش عليا والله، خليكي احنا. يلا قوليها بسرعه. يلا بحبك يا فاطمه. يا فاطمه بقول لك ايه يا فاطمه؟ هتغني ايه؟ هتغني ايه يا فاطمه؟ فاطمه فعلك يا مينا، ما تقول اسم عادل. الله فاطمه فعلك، انت جميله قوي يا فاطمه. طب هتغني ايه يا قمر؟ غني حبيبه على نيته الجنه. يلا بينا. يلا يا قمر. يلا قمر. يلا يا فاطمه مين علينا مزيكا شويه. يلا يلا ما تتفضلي. يلا ايه نغني احنا؟ كل بنات اخواته ده ما كانش كده، بس انا غيرت كل حياته دلوقتي عايشها جد، وعيونه مش شايفه حد، لو واحده بتساله بيسمني انا اللي ارد. حبيبي داب على ايدي وتاب، دخلني قلبه وقفلني الباب. نعمين اسمعي دي. نعمين ده صوت. ده صوت. السلام يا فاطمة. مرسي يا فاطمة، تليفونك جدا. وكلمينا تاني برضو، كلمينا في اي وقت. يلا يا رشاد اسمس يا مينا.
في مين انا هقرا شويه اسم بس انت مش ترد عليا ليه؟ ما انت بتقولي انا بقول لك اه يلا بينا. طب يلا ايه انت هتقرا ايه؟ انا فيسبوك انت ايه؟ انا اسم بس المره دي. طب يلا 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 اتفضلي. ايه انت ما انا جيت اقرا سكتيني. طيب في حد بيقول مين اقول اسمي واسم الناس دي يا من؟ سوكا رضوى. يلا قول سوكا. سوكا رضوى. يا رضوى. فوفو. يا فوفو. روضة. يا روضة. ملك. ملك. دينا. ودينا. مرنا. ومرنا. هند. وهند. ودودو. ودودو. دول جروب مينا عطا بنحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. امي غندر بتقول للرنوش قولي تحت تهديد السلاح بحبك يا امي قد اكبر فيل في العالم. بحبك يا امي من غير اي تهديد على فكره. وليه الناس قفشانه كده في التهديد؟ ليه بتعاملوا لي كده يا جماعه؟ طيب كوكي بتقول احلى مساء على الابطال منور منمن الدنيا كلها جمهورك حبك الابدي من الجزائر بيموت فيك بانتظارك شرفنا في الجزائر ان شاء الله عن قريب لكل جمهور الجزائر. معانا تليفون يمينه ناخده. تهاني. ايوه تهاني. أيوة. تهاني تاني. ازيك يا تهاني؟ الحمد لله. انت عاملين ايه؟ انت عامله ايه؟ والله كله تمام الحمد لله. هتغني ايه؟ بتعدي بتاعت مين؟ 6 الصبح يعني. تمام يلا. لسه يلا بينا. بتعدي بحته انا قلبي بيتكسر ميت حته افضل في مكان ان شاء الله الستة الصبح بنادي عليك قابلني في سكة صادي تفوت بس انا على تكة ومش مظبوط حد يقول لا اعمل ايه حكمني عليك وليه يا حبيبي من يوم ما قابلتك وانت فيكم والدنيا فيكم. يا تاني ايه الحلاوه دي؟ انت اللي عسل. نورتينا يا تهاني ومسيكي جدا لتليفونك. انت بتكلمينا كل حلقه. يلا نسمع بقى. يلا نقرا تاني. انا هقرا اس ام اس يلا وانت تقرا فيسبوك. يلا بينا. في حد بيقول رو صوتك ما شاء الله اذاعي جدا ليه مش بتعملي مسلسل اذاعي في رمضان؟ عايزين مسلسل ليش دعوه وسلامي لمينا. دي مياده. ميرسي يا مياده. في فاطمه بتقول رنا ومينا انتوا ما بتقروش اسامينا ليه؟ احلى تحيه من احلى صحاب هاله ونحوله ولينا وبيبا وفاطمه من احلى بلد الجزائر. حصل. اهلا بيكم وكل اهل الجزائر منورنا كل حلقه. احلى رنا في الكون. برنامج حلو قوي يا رب دايما بالتوفيق وبجد يا رول. الاسبوع ده استمتعنا بطلتك على الراديو والتلفزيون. سلامي لمينا. مينا وصل. دي سوما سمسم. منى طارق بتقول مينا ممكن تقرا بقى رسالتي انت ليه مستقصدنا؟ طب احنا بنحبك وعلى طول معاك وفي دارك وانت رافع راسنا واحنا فخورين بيك جدا. جروب عمليات خاصه على تويتر. يحذر من قراءة عدم أسامينا. من عدم قراءة أسامينا. أنا واخد بالي إن في عنف النهاردة شديد جدا. النهاردة الحلقة معانا دعاء من السعودية. يا دودو. يلا نكلم دعاء. مينا. إزيك يا دودو؟ إزيك يا دعاء؟ مساء الفل. أخبارك إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. أنت كويسة؟ الحمد لله تمام. على فكرة اتخضني يا مينا لما ما شفتك بداية الحلقة. إيه؟ اتخضر ما اشوفكش اول الحلقه. لا دي حركه. اها اوعى تعملها. لا خلاص مش تتكرر تاني. يلا يا دودو هتغني ايه؟ بطمنك. يلا بينا. بطمنك يا حبيبي. لسه أمنتك عليا عشان لقيتني مصدقك وقعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني. بص انت رحتي فين؟ انا معاكم بتلعب معاك وان ما تشيلكش الارض انا شيلك عيني. بطمنك يا حبيبي من اول مسكتنا لو مش عارفه. مين اللي مسكتكم بس عشان نبقى واضحين؟ مين اللي مسكتنا؟ احسنت يا دودو ان كويس انك بتحاولي يعني وبتكلمينا. عايزه اقول لك حاجه. جروب حريم القبطان بيسلم عليك اول حاجه. حريم السلطان. حريم القبطان. شفت حريم القبطان؟ سمعت حريم السلطان؟ لا حريم القبطان بقى هزر. وعايزينك تقول اساميهم. منار. طيب طبعا. او ليلي. وليلي. طب قول اساميهم. طب ما بقول معاك اهو. يلا منار. منار. ليلي. وليلي. سارونا. سارونا.
ايوه ايوه رهف ورنا ومارينا ومارينا رهف ورهف رهف ومارينا اوكي ورقصني يا جدع ميرسي يا دودو كلمينا تاني هنروح نسمع ايه ايه رايك نروح نسمع محمد رحيم حبيبي حبيبك حبيبك يلا بينا نبعت له تحيه كبيره جدا بس مع رنا سماحه ومين عطا غنيوا بس على الراديو 90 90 ولسه مكملين معاك على 90 90 فغني وبس مع رنا سماحه ومين عطا ايه بقى وايه بقى وايه بقى ناخد سوما تليفون كده على طول سوما يا سوما الو ازيك يا سوما سوما يا سوما عامل ايه الحمد لله يا سوما والله انت عامله ايه مينا تمام الحمد لله ازيك يا رنا ازيك يا سوما الحمد لله يا حبيبتي بخير طيب انا هغني هتغني ايه بقى هغني بكمنك شيرين يلا بينا يلا بينا بنتك عليا عشان لقيتني مصدقاك وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني وصغر علي راحتك وراضية عظمك ومتشيلكش الأرض أنا أشيلك في عيني بطمنك عشان لقيتني مصدقاك وعدتك في جنبك وقت الجد جنبك هتلاقيني بسهر على راحتك وراضية عظمك ومتشيلكش الأرض أنا أشيلك في عيني ايه الحلاوة دي؟ يا سيدي يا سيدي طبعاً. لا والله العظيم بجد احسنتي جدا بحبكم جدا واحنا كمان ميرسي روحي نورتينا بتليفوني ده نورك ميرسي جدا يلا نقرا شويه حاجات بسرعه 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 يلا يا باشا يلا النهارده تويتر في ايمان احمد بتقول مساء الفل على احلى مينا ورنا مولعينها بقى ولازم تتصرفوا والبرنامج يبقى اكتر من ساعه اما هنتصرف احنا هو في ايه النهارده طب بصي دي بصي دي حبيبه بتقول لو ما قريتش كومنت بتاعي انا وسلمى هنخطف اليه ربنا معاك اختفوه صاحبي بس مش مشكله في لبنان يلا سهير بتقول هاي عليكم شباب عاملين ايه رنا ومينا بجد انتوا احلى اتنين عملوا برنامج وانتوا الاتنين فيكم من بعض في الشخصيه حتى في احلامكم ميرسي يا سهير في توتا احمد بتقول مينا مينا ليه بنادي الناس باسمك ليه بشوف الكل شكلك ازاي بقيت حاجه اساسيه في يوم المنويين كده ربنا يحميك ابطال ربنا يخليكوا يا رب يا سلام يا سلام يا مينا بنحبك قوي واحنا دايما في ظهرك وهنولعها قد الفيل ولما تعرف ان المناويين بطلوا يشجعوك اعرف اننا موتنا بعد الشر علينا بعد يعني الشر عليك ربنا بشر عليك يا امنيه بسمه بتقول لك رنوش ايه بقى ايه بقى رنوش انت عارفه لو ما قلتيش رسالتي انا هعمل ايه مش هعمل اي حاجه ربنا يخليك يعني يا بسمه بحبك يا بحبك يا ملكه وسلام الابطال وصل يا بسمه ميرسي ميرسي يا بسوم يمين وبنحبك قوي واحنا دايما في ظهرك ونولعها قد الفيل دي امنيه منويه اميره محمد بتقول بحبك يا مينا قوي انت ورنوش معانا تليفون يا دنيا الو ازيك يا دنيا ازيك يا دنيا ازيك يا دنيا عامله ايه يا دنيا 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 علي صوتك شويه عشان نقدر نسمعك عشان نقدر نسمعك كده تمام كده زي الفل هتغني ايه يا قمر ستة الصبح يا يلا يا باشا يلا بينا لسه تيران الله يخليك قول يا دود عايزين اقول لك حاجه يلا يا ناس وعده بس يا دودو ميرسي لكل اللي قاعدين جنبك كمان على الاغنيه الجميله دي بس كنت حابب افاجئكم بس انتوا فاجئتوني يلا نقرا هتقرا ايه اقري انت اي حاجه ماشي انا هقرا تويتر في ميمي محمد بتقول رنوش قولي اسمي بصوت عالي ميمي بحبك سلمى هاني ميمي سلمى هاني سلمى هاني راحت فين فين لا دي سيلة سيلة بحبك يا رنوش بحبك قد الفيل يا ام احلى ضحكه في الكون وسيله من الجزائر ميرسي يا وسيله اسمك جميل على فكره عجبني اسمها حلو قوي في مساء الجمال على احلى مينا في الدنيا يا رب دايما مولعها كده يا مان ميرسي ميرسي
فيها ايه في يعني في حنان 3D عن جمالك رنا يا لهوي حنان 3D طيب في توتا احمد بتقول مينا جمهورك فخور بيك وبنجاحاتك واحنا على طول معاك وفي دارك تستاهل نجوميه يا برنس ميرسي يا توتا. في ايه في شريف الشبح بيقول لي كريم ضروري حاضر حاضر يا شيف هيحصل. في مساء الجمال على احلى مينا في الدنيا يا رب دايما مولعها كده يا مان ربنا يخليك حبيب قلبي. ايه بقى معانا ايه شكري معانا ايه اخر حاجه بس ايه شكري احلى مينا واحلى رنوش ربنا معاكم مكسروا الدنيا كمان وكمان وهنولعها. معانا رجوة. الو رنون رجوة يا رجوة ازيك يا رنا عامله ايه يا عمر؟ انا كويسه الحمد لله. عاملين ايه؟ كله تمام يا رجوة. رجوة انت مشغله الراديو؟ ايوه. طب ممكن تقفليه خالص اسمعينا من التليفون. من التليفون. طب تمام كده تمام تمام. عامله ايه بقى؟ انا الحمد لله بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبتي ميرسي. هتغني ايه بقى؟ لا هغني ايه؟ لا انا خاف عليكي كده مصدمه. لا غني بس تعيش. لا يا مينا لا رنا تهمنا برضه يا عم احنا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ لا لا يلا بقول لك ايه هنغني مع بعض. يلا نغني مع بعض يا رجوة اختاري اغنيه. لا رنا هتغني بدالي. مع بعض مع بعض. هغني معاكي. ايه رايك؟ طب يلا نغني ايه؟ على نياته. اوكي. حبيبي على نياته. يلا. يلا. يلا يا رنا. يلا. ابدأي يلا. حبيبي على نياته كل البنات اخواته ده ما كانش كده بس انا يلا غيرت كل حياتي عايشها جد وعيونه مش شايفه حد لو واحده بتساله بيسيبني انا اللي ارد الله بقى الله عليك انت الله عليك يا رجوة. لا قولي بحبك الاول. بحبك قد الفيل. جوني قولي اسمي جوني. جوني ايوه كده تمام انا براء. ماشي يا حبيبه قلبي ميرسي ليك يا رجوة. ايه يا من؟ ايه يا استاذه؟ ايه بقى هنقرا ولا يلا بينا نقرا شويه تويتر؟ يلا انت تويتر وانا فيسبوك. يلا في حد بيقول انا بطالب راديو يضيفوا سماعه المون يضيقوا سماعه المون عشان رقبته حرام. لا انا ببقى بحب اعمل كده ما تقلقوش تقنيات ليندا يا عمو مينا اقرا بقى مسجاتي راح موت انا ليندا من فرنسا و او ليلى زي ما بدكم يعني يا ليندا يا ليلى تمام اوكي مقاصي من الجزائر و يعني تفتكري بعتلي مسج بتقول لي انا من الجزائر وبس سيبيها تحكي حاجه فيها حاجه تحكيها انا اسف المهم انا بحبكم كتير مينا ورنوش احلى ثنائي في الدنيا مينا الف مبروك على الاغنيه ولعت الدنيا بليز بدي تقرا هذا الكومنت حصل ميرسي يا ليلي يا ليندا انا سميتها بقى ليلي او ليلى ولا تفتكري قصدها ليلي مش يعني انا قلت اقول ليلي طيب يعني يا ليلي يا ليندا يا ليلى ماشي في اهلاويه يو اي وار اس حبيبتي رنوش جمهورك فخور بيكي ميرسي اهلاويه يا جميله في حنان او اتش اي انا لا مش واضحه المسج ماشي في مينا ما تتريقش على رنا هي حاضر مش هتريق في ايه في فاطمه بتقول لنا ابعتوا لي رصيد عشان اكلمكم من فضلكم نبعت لها رصيد عايزه بكام عايزه في معانا 50 معانا 100 معانا 25 زي ما تحب يا فاطمه طب ايه رايك نروح نسمع مريم فارس نفسي اقولها لك نفصل اهلك وخلاص هنمشي لا مش ماشي ولا انا مش ماشي الحلقه بتاخد بسرعه قوي احنا بنلحقش نشبع منكم وبنبقى مبسوطين جدا بالساعه اللي احنا بنبقى معاكم فيها بصراحه وان شاء الله يمكن بعد كده تبقى ساعات كتير بس استنونا بكره استنوها بكره عشان انا بكره اجازه عشان مينا اجازه للاسف هبقى لوحدي واستنوني انا ورانا الاسبوع الجاي بقى يعني بكره رانا لوحدها الاسبوع الجاي احنا الاثنين بكره من 8 ل 9 على راديو 90 90 غني وبس مع رنا سماحه ومينا عطا باي باي السلام عليكم